ننتقل لفقرتنا التالية، فقد اختتم مهرجان الإعلام السوري الأول فعالياته بتوزيع الجوائز على الأعمال الفائزة المشاركة في 17 من أيلول بدار الأسد للثقافة والفنون، ضمن حفل فني كبير بمشاركة واسعة لوسائل الإعلام المحلية والعربية. نور، لنحكي عن المهرجان وأهميته اليوم والأعمال الفائزة، بصرنا نرحب بضمن برنامج صباحنا غير بالأستاذ موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحك. يسعد صباحك المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي بالبدايه قبل ما نحكي عن تفاصيل ختام المهرجان والجوائز والفئات المشاركه، خلينا نحكي عن اهميه اقامه هيدا المهرجان اليوم، خصوصا في وقت يمكن اصبح الاعلام الوطني له دور رديف الى جانب الجيش العربي السوري في مواجهه الحرب على سوريا، وخصوصا في مواكبه الانتصارات اللي عم حقيقة على أرض الواقع اليوم. والحقيقة الإعلام أكثر من رديف، ونحن نستخدم أنه هو شريك أساسي بهذه المعركة، ومسؤوليات التي تلقى على الإعلام سواء ما قبل إذا كان هنالك من أي عدوان أو حرب أو خلاله أو حتى بعده، المسؤوليات كبيرة، وبالتالي الإعلام يتصدى لهذه المهام، والإعلام السوري يقوم بدوره بشكل فعال برغم بعض الملاحظات طبعا التي توجه لهذا الإعلام. لكن بالنسبة للمهرجان هو محطة من محطات الأنشطة التي تقام في سوريا، والتي تثبت أن هذا البلد لازال بمؤسساته يعمل في كل المجالات، في النقابات، في الوزارات والمؤسسات والمجالات المختلفة، حتى كما تابعنا من خلال الأخبار المنوعة التي قدمتموها أن هنالك عرض للأزياء في أحد ربما الفنادق في دمشق. هذا يدل على أن هذا الشعب هو شعب حي، وبالتالي هو مقبل على الحياة برغم كل هذه الظروف التي يعيشها، مهما كانت قاسية تتعدد الأنشطة وتتنوع، وشعب لازال يصر على الحياة. فمن هنا إقامة هذا المهرجان للتأكيد على أن الإعلام السوري أيضا له دور، وأيضا نقابة واتحاد الصحفيين له دور في هذا المجال، فكان هذا المهرجان بمثابة تحدي حقيقي. الآراء التي رصدناها هي آراء إيجابية حتى الآن، لنا بعض الملاحظات على نفسنا، ونتلقى أيضا ملاحظات عديدة من زملائنا الإعلاميين، لنتلافى إن شاء نتلافى هذه الملاحظات إن شاء الله في الأعوام القادمة. أهمية المهرجان هي أو الغاية حتى من هذا المهرجان هي تحقيق منافسة بين الزملاء، والمنافسة تطور المهنة بالشكل الطبيعي، وتعطي أيضا حيوية أكثر والتزام أكثر بشروط المهنية لتقديم أي تقرير أو برنامج أو فيلم أو أي شكل من الأشكال الإذاعية أو التلفزيونية أو حتى الصحفية. إضافة إلى ذلك حاولنا أن يكون هنالك مشاركة لضيوفنا العرب من النقابات الصحفية وأيضا من الإعلاميين، فحوالي أكثر من 10 دول كانت مشاركة بإعلاميها ونقاباتها في هذا المهرجان، وهي طبعا تقدم لسوريا بشكل عام عندما يحضر ويرى الواقع، بالتأكيد تكون الحوارات والبرامج التي يقدمها تكون بصيغة مختلفة حتى لا يبقى هو أسير وجهات النظر المختلفة سواء من هذه المحطة أو تلك. إضافة إلى ذلك طبعا هنالك مسألة أساسية، أن الإعلام ربما من خلال هذه المحطة هو يمر أو يعبر إلى مرحلة جديدة تكون فيها مهنية أكثر وتلافي لكثير من الأخطاء التي يقع ربما أو وقع فيها. يعني أستاذ موسى، هناك أهمية للتوقيت اللي صار فيه مهرجان الإعلام، يعني رغم ظروف الحرب مهرجان الإعلام أقيم طبعا، وكان في أعمال وزعت عليها جوائز، خلينا نحكي عن هيدا الأعمال اللي فازت بالجوائز. طبعا التوقيت مهم، هو استمرار لمجموعة من الأنشطة التي تقام في سوريا، وأنشطة مركزية كبيرة كانت وجهت رسالة واضحة بما يتعلق بالحضور والمشاركة من الشعب السوري بشكل كامل، ولعل الأبرز خلال الفترة الماضية هو معرض دمشق الدولي، والفعاليات الأخرى تأتي فعاليات مكملة سواء في الإعلام أو حتى في السياحة أو في المجالات الخدمية أو ما شابه ذلك. أما بالنسبة للأعمال الفائزة، الحقيقة كانت لجان تحكيم
متخصصة في كل نوع للوسائل الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والمواقع الإلكترونية، هي التي أشرفت على مراقبة هذه الأعمال ووضع الجوائز ووضع المعايير للعمل الذي سيفوز بهذه الجائزة. فكانت هنالك جوائز في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والمواقع. أما بالنسبة للأعمال الإذاعية طبعا إن كان هنالك مجال ممكن أن نذكر هذه الأمور، في الأعمال الإذاعية كان أفضل نشرة سياسية وذهبت لسوريانا اف ام، في كان برنامج الحوار والبرنامج الخدمي البرنامج الحواري لإذاعة المدينة اف ام، أيضا هنالك جائزة كانت لإذاعة دمشق البرنامج الخاص حول صمود الشعب السوري برنامج مع الحدث مديرية الأخبار في إذاعة دمشق. في التلفزيون كان هنالك مجموعة أكثر من 44 عمل مقدم، وبالتالي كان هنالك نصيب أيضا للإخبارية في هذا كعادتها عندما تشارك في المهرجانات، وأيضا للفضائية. البرنامج بالنسبة للتقرير الميداني كان مناصفة ما بين الإخبارية والإدارة السياسية. التقرير كان لزميلنا ربيع وليد، وربيع كان يعني بالإخبارية والإدارة السياسية وليد. نعم. أيضا في برنامج ما يتعلق بالفترة المفتوحة كانت أيضا هنالك قناة سوريا دراما والمركز الإخباري الفضائية السورية بأفضل فترة مفتوحة حول التفجير الإرهابي الذي حصل في القصر العدلي وسوريا دراما كل مساء. أما الجائزة الأخرى فهي البرنامج الحوار الخدمي، فذهبت أيضا مناصفة، وهذا كان رأي لجنة التحكيم أن يكون هنالك الجائزة بهذه الطريقة مع من الآخر مع جعفر أحمد للفضائية والمركز الإخباري، والبرنامج الآخر كان لسوريا بلدي الفضائية سوريا لحلقة خاصة حول زراعة الكبد في سوريا. طبعا الصحافة زاوية الرأي ذهبت لزميلنا علي نصر الله من جريدة الثورة، والتحقيق لبادية والنوس أظن من صحيفة تشرين. أما الجائزة للموقع الإلكتروني لدمس تايمز الموقع الذي تشرف عليه وزارة الإعلام. في المجال الرياضي طبعا كان هنالك جوائز متعددة، في الإذاعة كان النشرة الرياضية ذهبت لصوت الشباب، والبرنامج الحواري لإذاعة في اللاذقية محلية تقدم برنامج بعنوان كارت أحمر. التحقيق حجبت الجائزة، كان هي عبارة عن تقارير يبدو لم تقدم تحقيقات بالمستوى فحجبت الجائزة. فيما يتعلق باللقطة، اللقطة طبعا الصحفية في الأعمال في الجزء الأول أيضا ذهبت للإدارة السياسية للمصور مفيد فخور. بالنسبة للرأي زاوية الرأي ذهبت لزميلنا غسان شمة من الموقف الرياضي. وفي التلفزيون أيضا كان نصيب الإخبارية بجائزتين، الجائزة الأولى كانت لزميلنا مازن هندي أو الديربي حلب تقرير رياضي، والجائزة الأخرى هي لزميلنا مالك حمود من خلال برنامجه الذي يقدمه. أعتذر ربما نسيت جائزة في التلفزيون تقريبا. لا هدول معظم الجوائز وأكمل الجوائز، كمان يمكن معنا بهاء الخير بالإخبارية السورية بالإخبارية يعني نعم. فيلم نعم. أبناء هذا الدم هذا ما نسيته فمن بهاء الخير طبعا كمان كانت جائزة له في أبناء الدم الفيلم. وتذكرت الآن الجائزة الأخرى لأن أيضا ذهبت مناصفة، هي كان فيلم وجع لفادية محمود وأدوار ميا. أكيد هيك كامل. بدنا نقول لهم ألف مبروك على الجوائز اللي نالوها. خلينا نحكي أهمية اليوم دعم الإعلاميين بظل يمكن التجارب الشابة اللي عم نشهدها بظل الحرب والظروف اللي عم نعيشها. أغلب الأعمال اللي كانت مشاركة هي تجارب شابة، إعلاميين شباب عم يحاولوا يمكن ضمن إمكانيات كمان محدودة يثبتوا وجودهم على أرض الواقع. ودائما أهم شيء ما بعد الفعالية، يعني إن كان هنالك مؤتمر أو ندوة أو تخرج باقتراحات وتوصيات ومثل هذا المهرجان، يعني ليس فقط هو الاحتفالية أو تكريم أعمال فائزة أو تكريم وسائل الإعلام. نحن طلبنا من لجنة التحكيم أن تزودنا بملاحظاتها حول الأعمال التي قدمت والمستوى المهني الذي قدم، والحقيقة كان هنالك آراء أحيانا وصلت إلى حد
النقد اللاذع لنقول في المستوى الذي يقدمه الزملاء في برامجهم. هذا الأمر يجب أن يترجم إلى ملاحظات واضحة وتزود بها وزارة الإعلام وتقرير لجان التحكيم بالتأكيد سيكون. التجارب الشابة أكيد هنالك مهنية، هنالك حماس، هنالك اندفاع، بحاجة أحيانا إلى ضبط هذا الأمر ضمن القالب البرامجي والأشكال البرامجية التي تقدم. مثل هذا المهرجان، مثل أي جائزة ينالها أي إعلامي شاب في بداية عمله، تعطيه لنقول الدفع كي ينطلق أكثر للمشاركة وتحسين العمل، وربما الانطلاق إلى مشاركة في مهرجانات أخرى. بالتأكيد ستعود عودة المشاركة السورية إلى المهرجانات العربية والدولية والإقليمية، فمن هنا المواهب الشابة ممكن أن تأخذ فرصة حقيقية من خلال هذا المهرجان أو غير. والرعاية والدعم نوعا ما. بالتأكيد هذه مسؤولية الإدارات، وهنا لابد أن نوجه الشكر الحقيقة أولا وزارة الإعلام متمثلة بالسيد الوزير محمد رامز ترجمان. نعم. الذي كان معنا بكل تفصيل وكل متابعة ويذلل العقبات من أجل إقامة هذا المهرجان. إضافة إلى ذلك الإدارات في المؤسسات الإعلامية، دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون متمثلة بالأستاذ عماد سارة، من خلال هذه المشاركة الواسعة للأعمال الإذاعية والتلفزيونية، وهي كانت الحقيقة محصلة الأعمال تقريبا نسبة كبيرة بالنسبة للإذاعة والتلفزيون. أيضا زملائنا في الصحف، مؤسسة الوحدة بجناحيها تشرين والثورة، الوطن والإذاعات الخاصة، كل هذه المشاركات كانت من خلال هذه التوجيهات التي أعطيت للزملاء، إضافة إلى الرغبة. يعني لن أقول أنه بكله تم بتوجيه من الإدارة، لكن الرغبة أيضا من الزملاء، فالشكر لكل من شارك وساهم في إنجاح هذا المهرجان. أكيد طبعا الشكر موصول لجميع المساهمين. خلينا نحكي عن أهمية توسيع دور نقابة الصحفيين، طبعا سواء عبر خطوات مثل خطوة إقامة مهرجان الإعلام أو خطوات تانية، وأيضا الدعم يلي لازم يدعموه للإعلاميين والصحفيين في ظل هيدا الظروف والظروف الاستثنائية، طبعا مثل المراسلين الحربيين حتى خلينا نخصهم يلي عم يعملوا بظروف الحرب حاليا. أولا بالنسبة للمساهمين، حتى نكمل ما بدأنا في السؤال السابق وننتقل للسؤال، لابد أيضا أن نوجه الشكر إلى كل من ساهم من خارج المؤسسات الإعلامية في دعم هذا المهرجان. المؤسسات والوزارات المختلفة، وزارة الثقافة قدمت دعم كبير من خلال لقائنا بالأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة. نعم. الذي قدم الدار الأسد للثقافة والفنون. نعم. القاعة الكبرى من أجل إقامة هذا المهرجان، والفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله. نعم. أيضا له الشكر على ذلك. وزارة السياحة، وزير النقل أيضا الأستاذ علي حمود، والدكتور الأستاذ بشر يازي، قطاع خاص أيضا ساهم، فهي جهود متكاملة. أكيد. شركة أمان القابضة التي كانت الراعي الماسي لهذا المهرجان. نعم. وأيضا أجنحة الشام قدمت تذاكر مجانية من أجل نقل بعض المشاركين، وأيضا السورية للطيران والشركات الأخرى الاقتصادية التي دعمت هذا المهرجان. فيما يتعلق بالخطوات المقبلة، الحقيقة هذا النشاط هو تحدي كبير، يعني وقلنا الأول حتى يكون هنالك الثاني، وبالتالي. نعم. علينا منذ الآن أن نبدأ بالتحضير للمهرجان الثاني، أولا لتلافى كل الملاحظات التي توجه. وأحيانا هنالك ملاحظات توجه لنقل بين قوسين بقسوة أو. نعم. بعتب شديد، وهذه بالتأكيد تعبر عن محبة، تعبر عن حرص من هؤلاء الزملاء من أجل أن نتلافى كل ما مجرد حصل. هلا كان في انتقادات كثير كبيره وانتقادات لاذعه لمهرجان الاعلام السوري، بس رغم كل الظروف مجرد اقامه هيدا المهرجان بغض النظر عن النتائج او المضمون في ظل الظروف الحرب اللي عم نعيشها العالم، احيانا بتقول لك انه نحن ما عم نصدق انه انتم عايشين حرب وفي نشاطات وفعاليات. وهذا فهذا انجاز فهذا انجاز. كان في ضيوف من مصر من بلاد عربيه اخرى لما اجوا حضروا المهرجان، انه نحن ما زلنا في دار الاسد للثقافه والفنون يوميا نقيم النشاطات والفعاليات. صحيح. في اخطاء اكيد وفي عسرات وفي عقبات عم نواجهها. صحيح.
نتلافاها، بس نحن في عنا إمكانيات محدودة. لما توسع هي الإمكانيات حتى إن كانت معنويا ولا ماديا فينا نكون على أعلى مستوى، بس نحن في ظروف حرب، فبدنا نتشكر الكل اللي قائمين على هيدا المهرجان، اتحاد الصحفيين، بدنا نتشكر وزارة الثقافة، وزارة السياحة، جميع المؤسسات والقطاعات إن كان حكومية أو الخاص. فرغم كل الانتخابات صحيح، لكن لا صدر رحب لتلقي الملاحظات. العنوان العام هو هكذا لمسنا الآراء بأنه المهرجان ناجح، في هنالك ملاحظات في أكثر من جانب، وخاصة فيما يتعلق بالتنظيم مثل هذا المهرجان بحاجة إلى فريق عمل كبير كامل. والحقيقة اتحاد الصحفيين لا يملك هذا الفريق، وبالتالي كان هنالك ضغط كبير علينا في الاتحاد من أجل هذا الموضوع. العديد من الزملاء طبعا أنه لماذا لم توجه الدعوة، أو لماذا لم يكن هنالك تحضير أفضل أو ما شابه ذلك. كل هذا الأمر سنتلافاه، ونحن على استعداد لتلقي كافة الملاحظات في حدود المهنة والنقد البناء، لا أن تذهب إلى أماكن أخرى. تمام أستاذ موسى، خلينا نحكي شوي. مثل ما حكيت أنه تم توزيع جوائز وكان في لجنة تحكيم، على أي أساس توزعت الجوائز؟ خلينا نقول كمان للبرامج الخدمية، يعني في مجموعة واسعة من البرامج الخدمية ويلي طبعا متابعة جدا، على أي أساس أنتوا وزعتوا جوائزكم للموضوع الخدمي بالذات؟ الخدمية أو غير الخدمية هنالك معايير تضعها لجنة التحكيم وهي مسؤولة عن هذا الكلام. هناك أسس معينة، وطبعا عرفت لجنة التحكيم وصعدت إلى المسرح، وكان الأمر يعني واضح وبكل شفافيه لكل الناس انه هذه اللجنه وهذه هي معايير هذه اللجنه. طبعا كان في البرنامج كمان تساؤلات لجنه التحكيم، من هي الاسماء المشاركه بلجنه التحكيم؟ كان كمان في بعض التساؤلات حول هذا الموضوع. نعم اعتراض مثلا لا لا مين لجنه التحكيم؟ شو هي، مين هي يعني؟ لجنه التحكيم طبعا ذكرت انا هي صعدوا الى المنبر وهم من اعلنوا الجوائز. بالنسبه للاذاعه كان زميلنا محمود جمعاتنا للسوس والدكتوره نهلة ريم عبود، في التلفزيون الدكتورة نهلة عيسى والأستاذ سعد القاسم، في الصحافة الدكتور عربي الدكتور فايز الصايغ والأستاذ عصام داري والدكتور بطرس حلاق، بالتحقيق طبعا التحقيق هو نوع من أنواع الصحفية فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، حسين إبراهيم وأيهم خوري. بالنسبة للإعلام الرياضي الدكتور عربي المصري وزميلنا جوزيف بشور، حسان دكاك، علي شحادة، وأيضا هنالك زميل آخر نسينا اسمه، ممكن أن نتذكره. نوجه تحية لكل الأسماء الكبيرة اللي ذكرتها، نوجه تحية جابرييل الشام. تمام، يعني أسماء كثيرة كانت مشاركة بالمهرجان، بدنا نتشكر كل من ساهم بمهرجان الإعلام، وشكر موصول أيضا لجميع الوزارات القائمة ولجميع الشركات الخاصة، ولك أستاذ موسى نتشكر وجودك معنا ويسعد صباحك. شكرا مرة ثانية، بنتمنى طبعا لزملائنا بالإخبارية التوفيق دائما، وكما تعودنا منهم على سوية مهنية أيضا أن يستمروا في هذا العمل، وأن أيضا حتى المحطة تستفيد من هذه ربما المشاركة، وإن كان هنالك من ملاحظات سيكون هنالك اجتماع مع السيد وزير الإعلام لإطلاعه على كل تفاصيل هذا المهرجان والأعمال التي شاركت فيها. شكرا مرة ثانية. شكرا لك رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور، وأكيد بالحلقات القادمة كمان رح نحكي عن إعادة هيكلية الاتحاد، وعدنا كمان نخصص له مساحة أخرى. بالتأكيد أكيد نتشكرك على وجودك معنا.